في الواقع هذا التجمع لا يبتعد كثيرا عن خطاب الشارع الأردني المطالب بملكية دستورية والمطالب بالحريات والمطالب برفع القبضة الأمنية عن الشعب الأردني. هذا التجمع هو امتداد لأي حراك شعبي في بلادنا، وهذا التجمع يمثل الأردنيين الذين يؤمنون بحق الشعب الأردني في أن يعيش في دولة ديمقراطية تحترم كرامته وتحترم حقوقه ومواطنته. بداية، وقفتنا جاءت بقوة الطرد المركزي من الداخل الأردن بسبب تكميم الأفواه ومنع الناس المطالبة بحقوقهم، زي ما شفنا بكثير وقفات في الأردن كانت تقابل بالقبضة الأمنية. فبالتالي، لأن في الولايات المتحدة بالتزامن مع زيارة الملك للبيت الأبيض، حبينا نوصل رسائل الأردنيين اللي ممنوع يوصلوها من الداخل، مثل الأردنيين المنزوعة منهم الحقوق، معلمين، متعطلين عن العمل، معتقلين سياسيين، تكميم أفواه، قانون الجرائم الإلكترونية. وننادي ما طلبه الملك في رسائله النقاشية من 5 أو 6 أو 7 سنوات، نطالب بتعديلات دستورية حقيقية تضمن انتخابات برلمانية حقيقية، وألا يتكرر المشهد الذي أساء للأردن والأردنيين في آخر انتخابات برلمانية. فإحنا جئنا هنا إلى البيت الأبيض حتى نوصل رسالتنا لكل العالم أنه الآن الأردن تعيش في وضع سيء وصعب. ما هو أسوأ في أي دولة في العالم أن يصل الدين العام أكثر من 100% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي؟ ما هو أصعب أن تصل عندنا 60% نسبة البطالة في فئة الشباب؟ ماذا ننتظر حتى نصلح الأردن والوطن بعد أن مات الأردنيين في المستشفيات؟ ماذا ننتظر بعد أن وقفنا على باب الدول العظمى لتحصيل مطعوم للأردنيين حتى يأخذوا حقهم في العلاج؟ الوقفة هذه فيها 3 ملفات بتمثلها هذه الوقفة: الملف السياسي والاقتصادي والحقوقي. إلنا أخوان معتقلين في السجون بدون أحكام، الأمير حمزة بن الحسين هو الآن غائب مغيب قصريا. ما حدث مع كل الأردنيين، شبابنا أسامة العجار، مع طرحيل العيسى، أحمد العتوم، أبو زيد، هؤلاء الشباب يسجن بمجرد أنه تكلم كلمة. إحنا اليوم في الولايات المتحدة رافعين كل الشعارات، ولكن حدث في الأردن أن ترفع يافطة تذهب بك إلى محكمة أمن الدولة. ما نريده من هذه الوقفة تعديلات دستورية حقيقية، قانون انتخاب حقيقي، قانون أحزاب حقيقي، إلغاء التعديلات الدستورية التي جرت على الدستور الأردني بعد 93 لعام 2021، إلغاء جميع القوانين المؤقتة. رسالتنا وطنية، والمحافظة على الثوابت الوطنية هي أهم أهداف هذه الرسالة. كل واحد له حرية يمثل نفسه، اللي بده يحكي يحكي في أمريكا، ويا ريت يصير عندنا في الدول العربية زي ما بصير في أمريكا. اللي بده يسحج يسحج للحكومات، اللي بده يعارض يعارض، اللي بده يحكي يحكي. عقبال عند العرب بمناسبة يوم عرفة، عقبال عند العرب ما نصير زي أمريكا، يصير الواحد يحكي رأيه بحرية. معارض معارض أي إشي.